محسن، ما بين لاعبين يعدون أهم لاعبين بالنسبة في الفريقين البركاوي وتاليسكا. يعني لاعبين كبار ويفرقون مع انديتهم لما يكونون في حاله جيده. البركاوي لاعب جيد، سريع الحركه، هداف، فارق كثير مع الرائد. وتاليسكا من نجوم الدوري طبعا، يعني في الفتره اللي كان في مستواها في ليفل عالي كان فارق مع النصر بشكل كبير، يسجل اهداف، خطورته دائما على 18، لاعب يحب يكون قريب من المرمى، يسجل لك اهداف ما تتوقعها. والبركاوي؟ البركاوي نفس الحكايه، عنده دائما اللعب اكثر شيء داخل ال 18 وخصوصا جوه الست يارد، يعني يكون متواجد دائما، يحب يقتنصل الفرص، لاعب سريع حركه ويذكرني بالراهب.